ده فيديو بيوضح ان احنا ازاي لما بناخد اي دواء عن طريق الوريد او عن طريق الحقن العضلي او عن طريق الحقن تحت الجلد، انه بيخش على طول الدورة الدموية عن طريق الوول كابيلاري، وبعد كده بيبدأ يخش الدورة الدموية العامة عن طريق القلب، ويبدأ يتوزع للمكان اللي هو رايح يشتغل فيه. والطريقة طبعا احسن بكتير من الطريقة اللي انا اتعاطى عن طريق البرشام او عن طريق الكبسولات، لان احنا هنا بنتفادى الفيرست باس افكت اللي هو بيحصل ان الدواء بيحصل له ايض اولي في الكبد والجهاز الهضمي، وبالتالي بتبقى كفاءة الادوية اللي بناخدها اعلى بكتير. ودي طبعا المقولة السائدة عند اغلب المرضى، يقول لك اديني حقن احسن من ان اخد برشام او كبسولات. وبتبقى الاستفادة من الدواء تقريبا 100% من قدرة الدواء.